اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي يدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي يسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستغرضني، والحمد لله الذي ينادي كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينونني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. الحمد اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا، ومناهل الرجاء لديك مترعا، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا ممنع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي، وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي، وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني، ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، ولجائي إلى الإيمان بتوحيدك، ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق. واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر السؤال وتمنع العطية. تیری صفات میں یہ نہیں ہے کہ تو سوال کرنے کا حکم دے اور عطا کرنے سے منع کر دے. وانت المنان بالعطیات علی اہل مملکتک والعائد علیہم بتحنن رأفتک. الہی ربیتنی فی نعمک وإحسانک صغیرا. جب میں صغیر تھا یعنی بچہ تھا، تو نے میری پرورش کا اہتمام فرمایا. ونوهت باسمي كبيرا. فيا من رباني في الدنيا باحسانه وتفضله ونعمه، واشار لي في الاخره الى عفوه وكرمه ومعرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي اليك. وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه. میں اس زبان سے تجھ سے پکار رہا ہوں جو گناہ کی وجہ سے گنگ ہو چکی ہے. رب اناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا. اذا رايت مولاي ذنوبي فزعت. جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں. واذا رايت كرمك تمعت. لیکن جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو امید بڑھ جاتی ہے. فان عفوت خير راحم. اگر تو معاف کر دے تو بہترین رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٍ. لیکن اگر تو عذاب دے تو تو نے کوئی ظلم نہیں کیا. حجتی یا اللہ فی جرعتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکرہ جودک وکرمک. وعدتی فی شدتی مع قلت حیائی رأفتک ورحمتک. وقد رجوت ان لا تخیب بین ذيني وذين منيتي. فحقق رجائي واسمع دعائي. يا خير من دعاه داعه وأفضل من رجاه راج. عظم يا سيدي أملي وساء عملي. فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين. وأنا يا سيدي عائض بفضلك هارب منك إليك. میں تجھ سے بھاگ کر تیری ہی طرف پناہ لے رہا ہوں. متنجز ما وعدت من الصفح عمن احسن بك ظنا. وما انا يا ربي وما خطري. کیا ترجمہ اس کا؟ میں کیا اور میری اوقات کیا ہے پروردگار. ہبنی بفضلک. کہ بس اتنا چاہتا ہوں اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے. وتصدق علی بعفوک. اور اپنے عفو کرم سے مجھ پر عنایت فرما دے. اے ربی جلل لی بسترک. اے پروردگار اپنے فضل سے میری پردہ پوشی فرما. وَعْفُ عَنْ تَوْبِيخِي بِكَرَمِ وَجْهِكَ فَلَمْ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرُ مَا فَعَلْتُ. یا اللہ. وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُ لَا لِأَنَّكَ أَهْوَنُ النَّاظِرِينَ إِلَيْ وَأَخَفُّ الْمُطَّلِعِينَ عَلَيْ. بل لأنك يا رب خير الساترين. پروردگار تو چھپانے والوں میں سے بہترین چھپانے والا ہے، یعنی عیوب کو چھپا دیتا ہے. وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. لیکن سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا بھی ہے.
واکرم الاکرمین، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، ستار العیون، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بکرمک، وتوفق تؤخر العقوبة بحلمک، فلک الحمد على حلمک بعد علمک، وعلى عفوک بعد قدرتک، تیری حمد اس بات پر کہ تو قدرت رکھنے کے بعد بھی معاف کرتا ہے، ویحملنی ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويستر أني إلى التوبيك إلى التوسل على محارمك، معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك، يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا عظيم المن يا قديم الإحسان، أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنايعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني، وبرحمتك فخلصني، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا، بل بفضلك علينا، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما، فما ندري ما نشكر. اے خدا میں نہیں جانتا کہ کس کس بات پر تیرا شکر کروں. اجمیل ما تنشر، ان میری نیکیوں پر جسے تو نے پھیلا دیا ہے، ام قبیح ما تستر، یا ان گناہوں پر جسے تو نے چھپا دیا ہے، ام عظیم ما ابلیت ما اولیت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت، يا حبيب من تحبب إليك، ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك، أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك، وأي جهل يا رب لا يسعه جودك، أو أي زمان أطول من أناتك، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، فكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك، بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك، تیری عزت کی قسم اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دیا تب بھی میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ دروازہ، ولا كففت عن تملقك لمن تها الي من المعرفه بجودك وكرمك، وانت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء، لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك، لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، يا ربي هذا مقام من لاذ بك، یہ اس شخص کا مقام ہے جو تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہے،
واستجاب بكرمك وألف إحسانك ونعمك يدري إحسانك خاي وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك وإذا سخيه كتر دامن عفو تنگ نہیں ہوتا ولا ينقص فضلك تیرے فضل میں کبھی کمی نہیں آتی ولا تقل رحمتك تیری رحمت کبھی کم نہیں ہوتی وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك تمعنا يا ربي إن لنا فيك ملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما عصيناك يعني پروردگار ہماری بہت لمبی آرزو ہے تیری بارگاہ میں وہ یہ کہ ہم نے گناہ تو کیا ہے وَنَحْنُ نَرْجُ أَن تَسْتُرَ عَلَيْنَا لیکن امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری پردہ پوشی فرما دے گا وَدَعُنَاكَ ہم نے دعا مانگی ہے وَنَحْنُ نَرْجُ أَن تَسْتَجِيبَ لَنَا اور ہمیں امید ہے کہ تو مستجاب فرمائے گا فَحَقِّقْ رَجَاءَنَا مَوْلَانَا تو اے ہمارے سردار و مولا ہماری امیدوں کو پورا کر دے فَقَدْ عَلِمْنَا مَا نَسْتَوْجِبُ بِعَامَالِنَا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کی سزا کیا ہے وَلَكِنْ عِلْمُكَ فِينَا وَعِلْمُنَا بِأَنَّكَ لَا تَصْرِفُنَا عَنْكَ حَثَّنَا عَلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَإِنْ كُنَّا غَيْرَ مُسْتَوْجِبِينَ لِرَحْمَتِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُذْنِبِينَ بِفَضْلِ سَعَتِكَ فَمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُ جس احسان کا تو اہل ہے وہ ہم پر عطا فرما وَجُدْ عَلَيْنَا فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَىٰ نَيْلِكَ يَا غَفَّارُ بِنُورِكَ اهْتَدَيْنَا وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا ذُنُوبُنَا بین یدیک ہمارے گناہ تیرے سامنے نستغفرک ہم استغفار کرتے اللہم منہا ونتوب الیک تتحبب الینا بالنعم ونعارضک بالذنوب خیرک الینا نازل تیری طرف سے خیر ہم پر نازل ہوتا ہے وشرنا الیک ساعد لیکن ہماری طرف سے شر تیری بارگاہ میں جاتا ہے وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالْ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ عَنَّا بِعَمَلِ الْقَبِيحِ فَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَحُوتَنَا بِنِعْمِكَ وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِآلَائِكَ فَسُبْحَانَكَ مَا أَحْلَمَكَ پروردگار کتنا حلیم ہے تو وَعَظَمَكَ وَأَكْرَمَكَ مُبْدِعًا وَمُعِيدًا تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعفو العفو 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 بس معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے سیدی 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 اے میرے سردار اے میرے سردار اے میرے سردار اللہم اشغلنا بذکرک مجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دے واعذنا من سخطک اپنی ناراضگی سے پناہ عطا کر دے واجرنا من عذابک اپنے عذاب سے محفوظ فرما وارزقنا من مواہبک اپنی عطاؤں سے رزق عطا کر وانعم علینا من فضلک وارزقنا حج بیت خانہ کعبہ کا حج نصیب فرما دے مل کے صلوات محمد والے وزیارت قبر نبی ایک اپنے نبی کے روضے کی زیارت عطا کر صلواتک و رحمتک و مغفرتک ورضوانك عليهم وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب
وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، مردوں کو بھی معاف فرما، وشاہدنا وغائبنا، ذکرنا وانثانا، صغیرنا وکبیرنا، حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير. موت کے وقت میرا خاتمہ خیر فرما. واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے اہم ہے وہ فراہم کر دے مجھے. ولا تسلط علی من لا يرحمنی، انہیں مسلط نہ کرنا ہم پر جو ہم پر رحم نہ کریں. واجعل علی منك باقية باقية، ولا تسلبنی صالح ما نعمت به علی، وارزقنی من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسنی بحراستك واحفظني بحفظك واقلعني بكلاتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلي يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا عصيك. الله اكبر، ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر گناہ نہ کرو. والهمني الخير، مجھے خیر کا الہام فرما. والعمل به، وخشيتك بالليل والنهار ما بقيتني يا رب العالمين. اللهم اني كلما قلت قد تهيأت وتعبعت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، فقربا من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أذالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. لعلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني. شاید میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی خدمتوں سے دور کر دیا. او لعلك رأيتني مستخفا بحقك فاقصيتني، یا شاید تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق میں کوتاہی کرتا ہوں تو تو نے مجھے ایک طرف کر دیا. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. يا الله، تو نے دیکھا کہ میں شاید جھوٹوں میں سے ہوں تو تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك، یا تو شاید یہ دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا نہیں ہوں. فحرمتني، تو تو نے مجھے آگے محروم کر دیا. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، تو نے مجھے علماء کی مجالس میں نہیں پایا لہذا تو نے مجھے ذلیل کر دیا. أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، یا تو نے مجھے غافل دیکھا تو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني. يا الله، شاید تو میری دعا کو سننا پسند نہیں کرتا اس لئے مجھے اپنی محفل سے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني.
میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو تو نے مجھے سزا دے دی ہے. فَإِنْ عَفَوْتَ يَا رَبِّ, بس اگر تو مجھے معاف کر دے تو تو پہلے بھی گناہگاروں کو معاف کرتا آیا ہے. فَطَالَمَا عَفَوْتَ عَنِ الْمُظْلِمِينَ قَبْلِ لِأَنَّ كَرَمَكَ أَيْ رَبِّ يَجِلُّ عَنْ مُكَافَاتِ الْمُقَصِّرِينَ, اس لیے کہ اے پالنے والے تیرا کرم کوتاہی کرنے والوں سے زیادہ بڑا ہے. وَأَنَا آئِذٌ بِفَضْلِكَ هَارِبٌ مِّنْكَ إِلَيْكَ مُتَنَجِّزٌ مَّا بَعَثْتَ مِنَ الصَّفْحِ عَمَّنْ أَحْسَنَ بِكَ ظَنَّا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستذلني بخطيئتي, وما أنا يا سيدي وما خطري, هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك سیدی انا الصغیر الذی ربیتا, میں وہی چھوٹا ہوں جسے تو نے پال کر بڑا کیا ہے. وانا الجاہل الذی علمتا, میں وہ جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا ہے. وانا الضال الذی ہدیتا, میں وہ گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت کی ہے. وانا الوضیع الذی رفعتا, میں وہ گرا ہوا ہوں جسے تو نے اٹھایا ہے. وانا الخائف الذی آمنتا, میں وہ خوف ہوں جسے تو نے امان دیا ہے. وَالْجَائِعُ الَّذِي أَشْبَعْتَ, میں بھوکا ہوں جسے تو نے کھانا کھلایا ہے. وَالْعَطْشَانُ الَّذِي أَرْوَيْتَ, میں وہ پیاسا ہوں جسے تو نے پانی دیا ہے. وَالْعَارِ الَّذِي كَسَوْتَ, میں وہ بے لباس ہوں جسے تو نے لباس دیا ہے. وَالْفَقِيرُ الَّذِي أَغْنَيْتَ, وَالضَّعِيفُ الَّذِي قَوَّيْتَ, وَالذَّلِيلُ الَّذِي أَعْزَزْتَ, میں وہ بے عزت ہوں جسے تو نے عزت عطا کی ہے. وَالسَّقِيمُ الَّذِي شَفَيْتَ, میں وہ مریض ہوں جسے تو نے شفا دی ہے. وَالسَّائِلُ الَّذِي أَعْطَيْتَ, میں وہ مانگنے والا ہوں جسے تو نے عطا کیا ہے. وَالْمُذْنِبُ الَّذِي سَتَرْتَ, میں وہ گناہگار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا ہے. وَالْخَاطِئُ الَّذِي أَقَلْتَ, وَعَلَى الْقَلِيلُ الَّذِي كَثَّرْتَ, وَالْمُسْتَضْعَفُ الَّذِي نَصَرْتَ, وانا الطريد الذي آويت, انا يا رب الذي لم استحيك في الخلاء, اے پروردگار میں وہی ہوں جس نے خلوت میں تجھ سے حیا نہیں کی, یعنی خلوت میں گناہ کرتا رہا ہوں, تیری شرم نہیں کی میں نے. ولم اراقبك في الملا, اور جلوت میں بھی تیرا لحاظ نہیں رکھا. انا صاحب الدواهي العظمى, انا الذي على سيده اجترا, میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے مولا اور سردار پر جرأت کی ہے. انا الذي عصيت جبار السماء, انا الذي اعطيت على معاصي الجليل الرشا, انا الذي حين بشرت بها خرجت اليها اسعى, انا الذي امهلتني فمر عويت, وسترت علي فما استحييت, وعملت بالمعاصي فتعديت, میں گناہ پر گناہ کرتے ہوئے حد سے گزر گیا ہوں. واسقطتني من عينك فما باليت, فبحلمك امهلتني, لیکن تو اپنی مہلت سے مجھے, اپنے حلم سے مجھے مہلت دیتا آیا ہے. وبسترك سترتني حتى كأنك اغفلتني, تو ایسے مجھے مہلت دیتا آیا ہے پردہ پوشی کہ جیسے میری طرف سے بے خبر ہے, یعنی تو گویا جیسے جانتا ہی نہیں کہ جیسے میں گناہ کر رہا ہوں. وَمِنُ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي جَنَّبْتَنِي حَتَّى كَأَنَّكَ اسْتَحْيَيْتَنِي, ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھ سے شرم کھا رہا ہو. إِلَٰهِ لَمْ أَعْصِكَ حِينَ عَصَيْتُكَ وَأَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جَاحِدٌ وَلَا بِأَمْرِكَ مُسْتَخِفٌّ وَلَا لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَلَا لِوَعِيدِكَ مُتَهَاوِنٌ لكن خطية عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هوايا وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من اتصل ان انت
فقطعت حبلك عني فما سوأت علي على ما يحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما تذكرها يا خير من دعاه دعا وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام يتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استيناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوه وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فبعزتك لو انهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه ایک عبد ایک بندہ اپنے مولا کے سوا اور کہاں جا سکتا ہے وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأصفات ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي بہت اہم دعائی اخرج حب الدنيا من قلبي اے پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے واجمع بيني وبين المصطفى وآله جب دنیا کی محبت نکل جائے گی اب اگلی دعا یہ کہ میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى اور ان کی آل پاک کو ایک ساتھ جمع کر دے یعنی مجھے ان کے ساتھ قرار دے خیارتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله من قل لي لا درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت عمري وقد نزلت منزلة العائسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت أما لي لا أبكي میں کیسے گریہ نہ کروں أبكي لخروج نفسي جان نکلنے پر گریہ کرتا ہوں جب روح نکل رہی ہوگی أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي قبر کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں أبكي لسؤال منكر ونكير إيايا أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري میں گریہ کرتا ہوں اس خاطر کہ جب قبر سے اٹھایا جاؤں تو ایسا نہ ہو بے لباس اٹھایا جاؤں ذلت و خاری کے ساتھ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے انظر مرتا عن يميني
کبھی میں دائیں جانب دیکھوں وہ اخرا عن شمالی اور پھر بائیں جانب دیکھوں اذا الخلائق فی شان غیر شانی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی تو ہر ایک اپنے حال میں مگن ہوگا اور دوسروں سے بے خبر ہوگا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ کچھ چہرے مسکرا رہے ہوں گے اور کچھ پر ذلت ہوگی وذلتون سیدی علیک معولی و معتمدی لیکن تو ہی میرا سہارا ہے و رجائی و توکلی اب برحمتک تعلقی تصیب برحمتک من تشا و تہدی بکرامتک من تحب فلک الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی فلک الحمد علی بسط لسانی تو نے مجھے زبان سے بولنے کی صلاحیت عطا کی اس پر تیری حمد ہے اف بلسانی ھذا الکال اشکرک ام بغایت جہدی فی عملی ارضیک وما قدر لسانی یا رب فی جنب شکرک وما قدر عملی فی جنب نعمک و احسانک الہی ان جودک بسط عملی و شکرک قبل عملی سیدی الیک رغبتی و الیک رحمتی و الیک تأمیلی وقد ساقنی الیک املی و علیک یا واحدی عکفت حمتی و فیما عندک انبسط رغبتی و لک خالص رجائی و خوفی و بک انست محبتی وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رحمتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم التمعي منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك فكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكلا عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي ولا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكن الهامية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي فاغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي
أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي يا الله وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي جو میرا نیا گھر ہوگا قبر اس میں میری بے کسی پر رحم کر حتی لا استانس بغیرک تیرے سوا تو کوئی اور ہوگا نہیں جس سے انسان مایوس جس سے انسان انس حاصل کر سکے یا سیدی ان وکلتنی لا نفسی ہلکت تو بس اگر تو نے اس وقت مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں سیدی فبمن استغیث ان لم تقل عثرتی تو اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر میں کس کو پکاروں گا فَإِلَى مَنْ أَفْزَعُ إِنْ فَقَدْتُ عِنَايَتَكَ فِي ضَجْعَتِي وَإِلَى مَنْ أَلْتَجِعُ إِنْ لَمْ تُنَفِّسْ كَرْبَتِي كُرْبَتِي سَيِّدِي مَنْ لِي وَمَنْ يَرْحَمُنِي إِنْ لَمْ تَرْحَمُنِي تو تو رحم نہیں کرے گا تو پھر اور کون رحم کر سکے گا وَفَضْلَ مَنْ أُؤَمِّلُ إِنْ عَدِمْتُ فَضْلَكَ يَوْمَ فَاقَتِي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى جلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك مجھے عذاب نہ دینا جبکہ میں امید لگائے ہوئے ہوں گا إلهي حقق رجائي فمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق میں وہ مانگ رہا ہوں جس کا حقدار نہیں ہوں وانت اہل التقوى واہل المغفرة فاغفر لی والبسنی من نظرک ثوبا یغطی علی التبعات وتغفرها لی ولا اطالب بها انک ذو من قدیم وصفح عظیم وتجاوز کریم الہی انت الذی تفیض سیبک علی من لا یسألک وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرز بوجهك الكريم عني واقبل مني ما اقوله فقد دعوت بهذا الدعاء وانا ارجو ان لا تردني معرفه مني برأفتك ورحمتك الهي انت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل انت كما تقول وفوق ما نقول اللهم اني اسالك صبرا جميلا مجھے بہترین صبر کرنے کی توفیق عطا کر ایک صلوات بیت محمد والے وفرجا قریبا وقولا صادقا واجرا عظیما اسألک یا رب من الخیر کلہ ما علمت منه وما لم اعلم اسألک اللہم من خیر ما سألک منه عبادك الصالحون یا خیر من سئل واجود من اعطا اعطنی سعلی فی نفسی و اہلی و والدی و ولدی و احل حضانتی و اخوانی فیک و ارغد عیشی و اظہر مروتی و اصلح جمیع احوالی و اجعل لی ممن اطلت عمرہ وحسنت عملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما تقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعا ولا أشرا ولا بطرا
واجعلني لك من الخاشعين. اللهم اعتني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقامة في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله أبدا ما استعمرتني. واجعل لي من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع. واصرف عني يا سيد الأسواء واقض عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه. وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم. فأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا. واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي. واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي. وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك. وذوجني من الحور العين بفضلك والحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار. صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لو طالبنك بعفوك. اگر تو مجھے میرے گناہوں سے پکڑے گا تو میں تجھے عفو کرم سے تیرے یا اللہ تیری ذات کو تھام لوں گا. وَلَئِن طَالَبْتَنِي بِلُومِ لَوْ طَالِبَنَّكَ بِكَرَمِكَ. اگر تو ملامت سے مجھے پکڑے گا تو میں تیرے کرم سے تیرا دامن تھام لوں گا. وَلَئِن أَدْخَلْتَنِ النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ. عجب جملہ امام ہی کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھانے کے. فرمایا کہ اگر تو مجھے آتش جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں اہل جہنم کو جو میری تجھ سے محبت ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا. الہی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لأولیائک و اہل طاعتک فإلى من يفزع المذنبون وان کنت لا تکرم الا اہل الوفا بک فبمن يستغیث المسیئون. إلهي ندخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك. اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے. وَإِنَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةِ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ. اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تیرے نبی خوش ہوں گے. وَأَنَا وَاللَّهِ عَلَمُ. اور خدا کی قسم میں جانتا ہوں اس بات کو کہ اَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ. کہ تو تیرے دشمن کو راضی کرنے کے بجائے تو اپنے نبی کو راضی کرنا چاہے گا. اللہم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک. تو بس میرے دل کو اپنی محبت سے پر کر دے. وخشیتا منک اور خشیت عطا فرما. وتصدیقا بکتابک تیرے قرآن کی تصدیق کرتا رہو. و ایمانا بک وفرقا منک وشوقا الیک یا ذا الجلال والاکرام حبب الی لقاءک. میرے دل میں تیری لقاء کی محبت پیدا فرما. واحبب لقائی واجعل لی فی لقائک الراحة والفرج والکرامة. اللهم الحقنی بصالح من مضى واجعل لی من صالح من بقی فخذ بی سبیل الصالحین واعنی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم واختم عملی باحسن واجعل ثوابی منه الجنة برحمتك
وأعني على صالح ما أعطيتني وتبيتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه وأبرئ قلبي من الرياء والشك وسمعتي في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا ولا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكا ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحتى وذري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي. وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن رقاؤك فاعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي. إليك فزعت وبك استغثت ولوذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك. فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير. عوج قليل ملك قبول کر لیتا ويعفو عن الكثير اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا. اقبل مني اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير میری قلیل عبادت قبول کر لے کثیر گناہ معاف کر دے. انك انت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. وعجل فرجا فاتح الأرواح. یہ عظیم الشان دعا امام سجاد علیہ السلام سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے. امام علیہ السلام نے دو ہی باتوں سے گریا فرمایا ہے، ایک خوف خدا سے اور ایک اپنے بابا حسین کے غم میں.
خوف خدا سے بھی گریہ کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے غم میں بھی گریہ کرتے تھے. ہم میں سے ہر ایک نے کئی بار زندگیوں میں گوشت خریدنے گئے ہم، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو گوشت کو دیکھ کے رو رہا ہو. امام سجاد علیہ السلام جب ذبیحہ کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، ہائے 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 ہائے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جسے کبھی خیال بھی آیا ہو کہ اس نے اس قصاب سے پوچھ لیا ہو کہ کیا تو نے پانی پلایا تھا اسے ذبح کرتے ہوئے، لیکن امام سجاد پوچھتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں وہ منظر تھا کربلا کا کہ ان کا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو رہا تھا. امام سجاد پوچھتے تھے کہ کیا تو نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ فرزند رسول، میں آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں، جب تک میں نے 3 مرتبہ اسے پانی نہ پلایا اس وقت تک میں نے ذبح نہیں کیا. امام سجاد مدینہ سے کربلا کہتے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا تا. بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. یہ کیسے شخص تھے، کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا. جب امام بازار میں جاتے تھے تو بازار شام کو یاد کرتے تھے. ایک موقع اور بھی ہے کہ اگر کوئی پردیسی مدینہ میں مل جاتا غریب الوطن، تو امام اسے ایک عجیب سوال پوچھتے. شاید ہم میں سے کوئی سوال کسی مسافر سے نہ پوچھنا چاہے، لیکن امام مصلحت سے پوچھتے تھے. امام پوچھتے تھے کہ اے شخص، تو یہاں آیا ہے، غریب الوطن ہے، اگر تو مر جائے یہاں پر تو تجھے تیرے غسل و کفن کی فکر تو نہیں ہوگی کہ کون تیرا غسل و کفن کرے گا؟ تو وہ کہتا کہ فرزند رسول، اگرچہ کہ میں غریب الوطن ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مجھے غسل و کفن دے دے گا، مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مجھے دفن کر دے گا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. اور امام کہتے تھے کہ اے پروردگار، مسلمان کا یہ حق ہے، تو جو نواس رسول تھا حسین ابن علی، اس کا کیا حق تھا؟ یہ گری تو اس انداز سے امام گریہ فرماتے رہتے تھے. بس میں نے توجہات آپ کی ہو گئیں. ایک لمحہ اور دل میں آ گیا خیال کہ امام علیہ السلام سے اصحاب نے ان کے آ کر کہا کہ مولا، صبح کو روتے ہیں، شام کو روتے ہیں، پانی دیکھتے تو روتے ہیں، کھانا دیکھتے تو روتے ہیں، اتنا زیادہ گریہ کرتے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے آپ اپنے گریے کو تھام لیجیے، ہم آپ کے پاس ویسے ہی بیٹھیں گے، عام گفتگو کریں گے. تو امام نے رضامندی ظاہر کر دی. تو امام تشریف فرماتے، ان کے اصحاب عام طریقے سے بات کر رہے تھے کہ دفعتاً پھر امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہنا شروع ہو گیا. اصحاب نے کہا کہ ہم نے آپ سے مولا گزارش کی تھی کہ آپ اپنے گریے کو تھام کر رکھیں گے، آپ دفعتاً پھر کیوں رونا شروع ہو گئے؟ یا تو کچھ بھی ایسا سامنے نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ. تو امام نے کہا، وہ دور سے دیکھو، عباس کا بیٹا آ رہا ہے وہاں سے. ہائے ہائے ہائے، عباس کے بیٹے کو دیکھ کر روتے تھے امام. اور اگر کوئی امام کو بلانا چاہتا تھا تو زہری آیا، تو زہری آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، تو آپ تشریف لائیے گا. تو امام نے کہا کہ تو جانتا ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. تو وہ سر جھکا کر چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر امام سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ مولا، آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے میں نے. تو امام نے کہا کہ ہاں، میں ضرور آؤں گا. اور زہری نے باقاعدہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ غریب کی مجلس ہے، بے وطن کی مجلس ہے، پیاسے کی مجلس ہے. تو جو جو آ سکتا تھا وہ آیا، اور اس کے بعد جو بھی شاعر تھا، ذاکر تھا، اس نے امام کے سامنے مصائب پڑھنا شروع کی. اس لیے کہ امام جب تشریف لائے تو ممبر کے قریب بٹھایا زہری نے. ابھی زہری کہتا ہے کہ اب دیکھیں، ہم 1400 سال بعد مصائب سنتے ہیں. ابھی ہم مصائب ہو رہے تھے اعمال قرآن میں، تو کتنا گریہ ہو رہا تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا. پھر تو جب مجلس میں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، جس نے باپ کی پامال لاش کو خود دیکھا ہو، جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو خود دیکھا ہو، جس نے علی اصغر کے زخمی گلے کو خود دیکھا ہو، تو کتنا گریہ ہوگا. اتنا زیادہ گریہ ہوا، اتنا زیادہ گریہ ہوا. اور اس وقت جب امام ہوں گے تو لوگوں کے سامنے ہتھکڑیوں کے نشان بھی ہوں گے نا، جو ہاتھوں پہ نظر آتے ہوں گے. امام کے گلے پہ توک کا نشان لوگوں کو نظر آتا ہوگا. تو دیکھ دیکھ کے لوگ روتے تھے، روتے تھے، روتے تھے. بس آخری جملے پر آ گیا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی، ہائے ہائے. جب مصائب ختم ہوئے تو زہری نے دیکھا امام نظر نہیں آتے. اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا، ارے مولا کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے. مجھے معاف کیجیے گا، میں بڑا شرمسار ہوتا ہوں جملوں کو کہتے ہوئے، لیکن کتاب میں یہی جملے ہیں کہ جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھیں
हाय 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 या ज़ैन अल-आबिदीन या सैयद अस-साजिदीन। इमाम वहां तशरीफ फरमाए तो जोहरी ने आकर कहा कि मौला बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तो खबर ही ना हुई कि आप तो यहाँ आके बैठ गए जहाँ लोगों ने अपनी जूतियां उतारी थी। इमाम ने जवाब दिया कि जोहरी तू तो फकत एक जाहिरी मजमे को देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से जाकिर ने मसाइब शुरू किए हैं, जन्नत से मेरी दादी फातिमा जहरा मजलिस में तशरीफ ला चुकी हैं, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं वहां बैठूं जहां आजादारों ने अपनी ना। सल्लल्लाहु अलैहि या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैन अल आबिदीन أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهات اشفع لنا عند الله ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہ عند الله اشفع لنا عند الله جزاك اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے